يا في او فايد ربنيت مش تتبين اه وخطيك لو كم لو شت عليك فكان بناريدين ذيك فاش فايد ولا فايد يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قران وسنه خوف في امر على الصلاه جل جلاله عليه الصلاه والسلام نادي تشتر بكي تقديمك يا بيز بي اخي لسال او كفايد ولا متنا لو نادي يا صوصوي باسكت نادي لو تجاوز بكي هذا تقديمك بكيش كنتي لو انا او تو دستاري دينا تكتب مقصد لو اشاره تانا اويا خايدة ولا فهمت قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اي اواني صاحب كتاب المسيحي اليهودي وحتى الرسومان بعام لكتابك تجاوز مكان ظلويت يدا مكان يا امر عليه الصلاه والسلام فهمت لا تطروني كما اثرت النصارى عيسى ابن مريم وانما انا عبد الله وانما قول عبد الله ورسوله ان قول لمن تجاوز مكان من وهبز مكان هل وكو عيسى ينفرد عليه السلام عزير ينفرد كرد يا اخوان يا اخوان يا هل مسالنا مشكله ذلك بركو من عبد الله من بندي اخوان ورسوله ولي رايفه لو زياده الدوله لك او الدوله تريد درجه كفايده ولا دايتي لو زياده تينا فرين لحدود يوم هل وكو خالتان اللي بدعوا شتي وهذا نبي في عمر عليه الصلاة والسلام ذكرت إن حفلات ومناسبات ومولد نبوي أوانا أصلا ما أنزل الله بها من سلطان حمو تجاوز لحدود القرآن والسنة بدعة باش كيف ذكرت ك بدعة أخوي حرامة باش كيف شي ذكرت كدليل القرآن والسنة إلى سنبي توبيك بينزل كاعتي مجد إمام كدليل القرآن والسنة بنية وحرامة برو دسميش مشو هل بس كتب مشو يعني زي شيء مشو لو كان السنة هاتي يا زيادة بكا لو كان السنة هاتي أو أتو شتي شيء تعزتك ما دام دليل الشرع بنمي تلا القرآن السنة لسبب النساء أو مسألة يا تو خوت مشي جناح كده تو شيء حرام كده كوات شتي شيء تعزت من بكا لعبادة بهل نظر مثل الإسلام حرام لما الإسلام كامل تيجي ولا كتوها ولا تشتي تشتي بودينا كبيرة كاتب عبادتي بكي كان الشرع إخوانا بيتنا سنة نبيتا أو بيتنا البداعة أو عائشة رضي إخوانا بإمام البخاري وعيدة كان فاميتا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو أمري كان مدس لي إيه مدى يا قرآن السنة غير لي هاتش تشك بيتا بيش دفاميت المردولة هاتش تحديد نكر يا عاطفك حنانك شعرك يا هالفرشيك تلمو دينك هل مسألة بماذا الذي نهت بيتن نامي من البتلين نامي من ناو مردود أو مرفوزة هل وكو لديانة كاني بيش إسلام كوما نشتيت يعني هنا لديانة كان ناشي لك بلا ناكو عن الدين وليكو هيز كسب ناكو عن مجهالة كوي وياخذ عن علمش بيه بكات الناكو عن نحاول زوكرا فشل يعني نبولة بروي فايد وسبحانه وتعالى تأكيد كديك أو دينة وحماية لك هل وكو فايد ورسا مثل أم له شركاء شرعوا له في الدين أو أخر كان يتشان هل تشريع لدينا بويا دروز دكان بالفعل يستخر كان يجزوها التشريع دروز دكان برو لو رجعنا لسا تلفزيون كيما خلقاني لواني مرحيد إخواناس بيو بهد نايل بيدي قصينا كان دلباني دين زانة سدنة يعني تواو كاملة لو دينا رفض دكان تشريع عشي كيرا كي باش برو لو دينا لو ملايكا نتوان سن هزار كذبين سردادي مظاهرات بين كم الإمامة كيش يعني كم يجي بوي من أطفالي أو خلافات تصير دي سنة يعني بين الله وخلق ما مش تكان خبر عرض كلمة ثانية مو خبر أو معناه شرع له في الدين ما لم يأذن به الله كإذن فايت دانية كخلق بتوان التشريع فيها فايت أول ما يجي لنا كيف كسب تشريع دانية لبروي إن الحكم إلا لله تشريع بس عادي فايت سبحانه وتعالى تنها خالد نبي تلك علاقين بعبادته وتوحيده أوانانيا جائزة إنسان بيتاته في أمر عليه الصلاة والسلام كمسلم رواية كان صحيحة كي دفعني من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده هل كسكر بسكيت السنة يشي تاب بكاته مثلا سنة تاتون لناحية عبادتنا مشروع بين مشروع بين تازية دين تناو خلق خلق استغادية
كاتل حتى تيمتال استفادة نبقى يا حيوان استفادة نبقى دان دول استفادة نبقى أوصل النبي يجي تساكا اتباع كرني باشا حتى سيبي كاتل تطبيقي شو كان خيري أو كسيد نسي تهيناك مثلا قانوني مرود شتي يجي زور تساكا سنة يجي تساكا أنا مصلحتي خلقة قانوني بوليس بادي نظامي بوليس سنة يجي زور تساكا قضية طرق وقضية علم ومعرفة أولا سنة كإنسان يدرس إذا كاتل لبو إنسان مثل أو أخوائي قبل البيداء طلع من ناحية توحيد وعبادة لا أخوائي سنة يدرس كاتل بكي سوالو في عمل عليه السلام كده فرميت دو هذا فرميت هل كسر بي كاتل أزرقي بقدر أو كسر كيناجي لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعد لا ينقص من اوزارهم شيئا وهل تسيت السنه سيئه وخطك بين الدستور هل مساله بيني تلك كمصلحتي دين وعقيدتين مثل بخوي تسوي لنا دقاتي خلقاني كشك زي ما زي مكاتب بقدر ان يبنى هيا دقاتي اوانا السنه حسنه يا سيئه بلان كوما لي شتي كما نايم في عمر عليه الصلاة والسلام دخلت اللي مولود نبوي ولوانا أصلا نبلا تاريخ إسلام لتاريخ آدم وتاوك أخ أخي أنبياء في عمر عليه الصلاة والسلام نهى في نشبيل احتفال بموجي مولود نبوي بكريتا لسنة داني أقل أقل شتي باج باي يبلا في عمر كان وصيتي لك أقل شتي باج باي في عمر صلى الله عليه وسلم كده سنة فكإسلام باشا كاني هازنا دا يحويك لدوا هل يقول دار بلد إبراهيم أو شكالة البرام دانشتر لها الكور كوموري باسم لها الساعات هذا بيلا روش يقول النبي تبلا أو بس وكو سنة تقنابي ورجينيتا والله إذا سلت رفزيون مخون جولي ما وستار بزبوع أنا ما مقابل إذا كنا ديكو باتفاق العلماء روشي مولود نبوي دولت لنا شغيلة القدر والله يقول جولي أنا جولي يعني ولا تأودر زي التفريط كردم لك في عمر عليه الصلاة والسلام صدق صلى الله عليه وسلم وكذا فنيت لا تطروني كما أثرت النصارى عيسى بن مريم أو قول حرم قال من دلوت في نحن إذا تنقل يكسر تنسى النص تنسى المولود نبي حديثة تزعيب شي نسانية هو قولة لنا نصة القرآن أأوخ تريك حقا بيننا ناودينا كمان مسيحية دولة تشكيان هنا ناودينا حتى مسيحة بزر يزاك نسيك تصدر عين زين هيا بلان حتى أولا قيش تعالوا شي قيامة ايش هل يبنى مع القرآن هيا القرآن هيك الله يا رب العالمين ولا إلا في يوم العالي صلى الله عليه وسلم بما بيشبه أول مقدمة يم لو أويه كشان زاري نابي إما نابي رأي ما في يمي نتشجيع بكي نبشتواني لمسألة يمكي كنديم عن ذلك أو دفع مسألة كش بوني اسلامي من بيتنا هل وقت قلت كان رايح لزيادة تصار قافين تصار قافين يجي ما قافين زي بقات أخ بين ذاك شهر نويجا بوني اسلامي شلي ولا من اسلام داني استاك إما إلى قمة نجر وفي عمر علي صلاة والسلام توم بيتنا دبي إلى قمة رب يخلي لك في عمر صلى الله عليه وسلم راسك بكي نوا أما دون زورا إلى قمة نجر في عمر الفوشة يستكمل هنا يك تشان الى قيت ايمانيه لغا في يوم الاله الصلاه والسلام في مصلحتك اذا باش قضي ايماني لغا في يوم الاله الصلاه والسلام مانيه والى قي ايماني لغا في يوم الاله الصلاه والسلام الى قيت شي سماويه لا اسماء وتنيش كلا من لا يرب العالمين الذي او الى قي ايماني ما لغا في يوم الاله الصلاه والسلام حديثه هل وقو في يوم الاله الصلاه والسلام لدفنيت بل بس سورة فاتحة دفنيت سورة فاتحة أم القرآن هذا كل حديث كان فبيت لا صلاة إلا بقراءة أم الكتاب نميش تواولا بيت الأجل دايك كتابة كان خيرنا ودايك يعني كون من دار مصدري كون دايك مصدري دايك من دار كيتي لما خير كل دولة كون خزمات كبري علوم القرآن لمعناي لا نتير عقيدي